صحيفة الحياة اللندنية: ضغوط إيرانية لدفع الحشد الشعبي للقتال خارج الحدود العراقية. صحيفة القبس الكويتية: أطفال الغوطة في قبور هربا من القصف الهستيري. وفي تقرير لصحيفة الدستور الأردنية: 37 مليون طفل مشرد بالعالم في 2017. من المقالات: دماء الغوطة الشرقية تعانق الموصل القديمة لحامد الجيلاني في العرب اللندنية. أخبار لا تسر شعوب المنطقة لفهد الخيطان في الغد الأردنية.